البرزنتيشن. عاوز اعرف كم مين حضراتكم يعرف حاجه عن اسمها الادجيسنت سيجمنت ديزيز؟ مين سمع الموضوع ده قبل كده؟ اللي سمع الموضوع ده يرفع ايده. اربعه. الباقي ما يعرفوش يعني ايه خالص ادجيسنت سيجمنت ديزيز. هو الحقيقة من بداية سنة 90 يعني عشنا أو عايشين إحنا في الإيرا بتاع السباينال فيوجن. عملنا سباينال فيوجن كتيرة وكنا زمان فرحانين قوي بموضوع السباينال فيوجن. يعني لو حسبنا السباينال فيوجن اللي عملها أستاذنا الدكتور محمد مزيد هيطلعوا مثلا مليارات مش ملايين. واللي عملها الدكتور عبد الفتاح واللي عملتها وكده وكنا زمان فرحانين قوي بالسباينال فيوجن. بعد ما عملنا حالات كتير قوي بداوا العيانين جزء كبير قوي من العيانين دول يجوا لنا بيشتكوا من شكوى ثانيه جديده خالص. البط اتز ريليتد للعمليه الفيوجن اللي احنا عملناها. عشان بدا يحصل فيلير للليفل اوف ذا ديسك اللي فوق الفيوجن ماس اللي احنا عملناه. وده اللي بنسميه adjacent segment disease. adjacent segment ديت اللي هي segment of the spine اللي فوق الليفل اللي احنا عملنا فيه. يعني احنا لو عملنا فيوجن 3 4 5 هيبدا يحصل فيلير للليفل 2 3. اللي يبقى adjacent segment مقصود بيها. طبعا دي صوتي وانا كنت لسه في الاعداديه. شايف بدري كده؟ لا دي سابقها انا. فادجيسنت اللي ادجيسنت بنقصد بيها الليفل اللي هو فوق الفيوجن اللي احنا عملناه. زي ما قلت لو عاملين فيوجن من 3 لخمسة يبقى الادجيسنت سيجمنت بنقصدها اللي هو الليفل 2 3. يبقى زمايلنا اللي ما سمعوش عن الادجيسنت سيجمنت ديزيز عارفين دلوقتي احنا هنتكلم عليه. ماشي الكلام؟ محمد علي وصل الكلام؟ انت ازاي ما كنتش عارف يعني ايه ادجيسنت سيجمنت ديزيز؟ ها؟ ده انت نهارك اسود يا محمد. بيقلب منين؟ ده الليزر ده عيان عنده 60 سنة عمل دي كومبريشن وفيوجن من أول L2 لغاية S1 وعاش كويس قوي لمدة 5 سنين. بعد 5 سنين بدأ يجي لنا بساين اند سيمبتومز اوف ديجنتيف بايتان كانال ستينوزس اللي هو الدكتور عبد الفتاح قال لنا. لما عملنا بلين اكس راي اكتشفنا ان هو عنده الليفل اللي فوق الفيوجن دي كلها فيوجن ماس. اتلاقينا الليفل ده بدا يحصل فيه تشينجز سكليروزس ديكريز ديسك هايت اوستيوفايت اند ريترولايسيسس. ده اللي بنسميه adjacent segment degeneration. الadjacent segment degeneration it is a radiological appearance. مش كل عيان هيحصل له المنظر ده في الاكس راي هيبقى كلينيكالي سيمبتوماتايزد. يبقى احنا عندنا تو تيرمز. adjacent segment degeneration اللي هو لما بنصور العيان بنتلاقي فيه تشينجز زي اللي احنا شفناها ديكريز او ديكريز ديسك هايت
osteophyte formation, sclerosis, retrolysis, or spondylolysis. If this radiological appearance is associated with clinical symptoms, it is called adjacent segment disease. So we have two terminology. Adjacent segment degeneration, it is a radiological appearance only. Adjacent segment disease, it is a radiological changes associated with clinical symptoms. ده عيان عمل فيوجن 4-5 بوست لاترال اند انتراسباينس فيوجن. بعد سنتين كان كويس خالص. بعد 5 سنين بدأ يحصل ديكريز ديسك هايت، انكريز في الديكريز ديسك هايت، بدأ يحصل له ريترولايسيس. This is an adjacent segment degeneration because it is not associated with any clinical symptoms. But this patient who do fusion 3-4, بعد سنة بدأ يحصل له degenerative spinal canal stenosis with festooned appearance of the dura. This is called degenerative disc degeneration, and this is called degenerative disc disease. لما عملنا investigation بعد ما بنعمل الفيوجن اتلاقينا ان الادجيسنت سيجمنت او السيجمنت اللي فوق الفيوجن بيحصل فيها حاجتين. بيحصل فيها increase intradiscal pressure وبيحصل فيها increase motion and this motion and this mobile segment. So the increase in the intradiscal pressure and the increased motion, especially inflection, this will accelerate the degenerative process اللي هو الدكتور عبد الفتاح قال لنا عليها من شويه. يبقى الليفل above the fusion بيحصل عنده two pathology, increased disc pressure and increased motion, and this may accelerate the disc degeneration and adjacent segment disease. ده بيحصل في اللمبر وبيحصل برضه في السيرفايكال سباين. الباثولوجي زي الباثولوجي بالظبط اللي الدكتور عبد الفتاح قال لنا عليه من شويه، زي الباثولوجي اللي بيحصل في البرايمري ديجنريشن. احنا عندنا حاجه اسمها 3 جوينت كومبلكس. الديسك انتيريورلي اند ذا تو بوستر لاترال فاسيت جوينت. ذا كاسكيد اوف ديجنريشن ستارت باي ديكريز ديسك هايت، ديسك ديجنريشن. And disc degeneration means loss of the water content with decreased disc height. This decreased disc height will put more stresses in the two posterolateral facet joint, which will react by synovitis and this osteoarthritis of the facet joint with osteophyte formation. This osteophyte formation with together with hypertrophic ligamentum flavum will result in spinal canal stenosis. بالظبط زي ما الدكتور عبد الفتاح من شويه قال لنا. This is the cascade of degeneration of the 3 joint complex. It starts by decreased disc height, which will put more stresses on the two posterolateral facet joint, which will react by synovitis and the stage of segmental instability. The body will try to restabilize itself by osteophyte formation. The osteophyte formation will result in degenerative spinal canal stenosis. اللي بيحصل ايه؟ زي ما اتفقنا degeneration, disc, decreased disc height, osteophyte formation, هيدينا في الاخر narrowing of the disc space, osteophyte formation, deformation in the form of retrolysis or spondylolysis, and facet joint hypertrophy, all this will result in spinal canal stenosis. Diagnosis of adjacent segment disease. أنا متأخر يا أسامة؟ لما كنت أقول أخلص قول لي. ها؟
عشان هم الحياة زنقني في الوقت وانا الحياة ملتزم جدا. فهم أسامة يقول لي انزل حنزل على طول. ازيك يا محمد؟ Diagnosis of adjacent segment disease. It starts by the history. أول حاجة في الهيستوري بنسأل عليها بنشوف التايمينج بتاع العملية الأولانية الإندكس أوبريشن. السن بتاع العيان ساعة ما عمل العملية الأولانية. لو عملت عملية لواحد عنده 40 سنة بالتأكيد الإنسيدنس أوف ديجنريشن أوف أدجيسنت سيجمنت ديجنريشن هتبقى أقل بكتير لو عملت العملية الإندكس أوبريشن وهو عنده 60 سنة. مش معنى كده ان الناس اللي عندهم 60 سنه زي كده يعني ما نعمل لهمش، نعمل لهم بس هنشوف ايه البارامتر تو افويد ان احنا تو ديفلوب ادجيسنت سيجمنت ديزيز. يبقى اول حاجه في الايدج في الهيستوري بنسال على الايدج اوف ذا بيشنت ديورنج ذا اندكس بروسيدرز. تاني حاجه بنسال على التايم فريم البين بتاعه ده بدا يظهر امتى. البين اوف سباينال كانال ستينوزس ات از بروجريسيف جراديوال اند مايلد بين. بين اوف ذا ادجيسنت سيجمنت ممكن يبقى اربعه تايب اوف بين. وده مره جبناه سؤال في الدكتوراه وات از ذا تايب اوف ذا بين ديو تو سباينال ابنورماليتيز. أول حاجة باك بين، تاني حاجة راديكولار بين، تالت حاجة ريفيرد بين، رابع حاجة كلوديكيشن بين. مش هضيع وقت عشان لازم حضراتكم تبقوا عارفين الفرق والإتيولوجي بتاع كل واحد من الأربعة. باك بين، ريفيرد بين، راديتنج بين، أند لاستلي نيورولوجيك كلوديكيشن بين. ولازم تبقوا عارفين ازاي نفرق بين الفاسكولار كلوديكيشن اند ذا نيورولوجيكال كلوديكيشن. بوست اوبرف لايف ستايل، بعد ما عملت للعيان العمليه ده هل هو عاش سيدنتري وورك موظف قاعد على مكتب ولا اشتغل شيال في محطه مصر لازم يوطي قدام ولازم يقوم قدام. فطبعا المانيوال وركر الانسيدنس of adjacent segment disease عندهم it is much higher than sedentary life. The majority of adjacent segment degeneration it is not associated with clinical symptoms. Only 30% of the degenerative adjacent segment degeneration is associated with clinical symptoms which need another surgical interference. وزي ما قلت من شوية الـ symptoms is pain. Back pain, referred pain, radicular pain or colludication pain. بتبقى قاعد في العيادة دلوقتي بيجي لك العيان معمول له MRI مش معمول له بلين اكس راي. It is a crime ان انت تعمل لعيان MRI وما تعملوش بلين اكس. ولما حد يديلك في الامتحان MRI من فضلك اطلب منه البلين اكس راي بتاع العيان. البلين اكس راي لما هنعملها لازم تكومنت على البريفيوس اوبريشن. هتشوف المسامير ما فيها مال بوزيشن ولا مالهاش مال بوزيشن. هتشوف المسامير فيها مال بوزيشن ولا لا، فيها لوزنج ولا لا، فيها سبسيدنس ولا لا، حصل فيه بريكج لوان اوف ذا سكروز ولا لا، واهم من ده كله لازم تشوف الساجيتال الاينمنت اوف ذا بريفيوس اوبريشن. عشان ماني اوف ذا اوبريشن از دان باي سباينال فيوجن ريزلتس ان فلات باك، والفلات باك ده هو جزء كبير منه اللي هيديني adjacent segment degeneration. يبقى اول حاجه هنعمل كومنت على البريفيوس اوبريشن،
هنشوف المسامير اخبارها ايه وهنشوف الالاينمنت. بعد كده هنعمل له فليكشن اكستنشن فيلم دايناميك فيوز عشان نشوف الادجيسنت سيجمنت دي فيها دايناميك انستابيليتي ولا لا. ده عيان عمل فيوجن بس زي ما حضراتكم شايفين ان هو عنده فلات باك، ما عملش فيه لوردوزس. ده الايرلي بوست اوبرتيف، دي الاكس راي بعد سنه بدا يحصل فيه ديكريز ديسك هايت وبدا يحصل فيها ديجنتيف سبونديلولاكسيس. في ال في حاجه مش باينه هنا يا شيخ. اه في اكس راي الحقيقه مش باينه. احنا في الايه في السيرفايكال سباين بنشوف الاوستيفيكيشن اللي حصل فوق السباينال سيجمنت اللي احنا عاملين فيها فيوجن. ارجو مش عارف مش عاوزه تطلع. توموجراف او كمبيوتر توموجراف سي تي سكان. سي تي سكان دي مهمه جدا علشان نشوف الدايركشن بتاع الفاسد جوينت في الادجيسنت سيجمنت. ده عيان اتعمل له يعني عنده سبونديلوليسيسز واتعمل له فيوجن بين 4 و5، بعد سنه بدا يحصل فيه ديجنتيف سبونديلوليسيسز. لما اتعمل سي تي سكان علشان نشوف الفاسد جوينت اتلاقينا ان الفاسد جوينت دي ديجنريتد وتقريبا ساجيتالي اورينتد. هنتكلم عن الكلام ده بعد شويه صغيره. ماجنتيك ام ار اي زي ما كان الدكتور احمد بيقول اتس فيري امبورتنت ان احنا نشوف الديسك اباف اند ديسك بلو. ده عيان اتعمل له فيوجن نون انسترومنتد فيوجن وبعد العمليه بسنه بدا يحصل له عن ادجيسنت سيجمنت ديزيز اباف اند بلو ذا فيوجن ماس. من شويه قلت اتس ا كرايم ان انت تعمل ام ار اي من غير ما تعمل بلين اكس راي. ليه؟ الام ار اي العيان بيعمله هو سباين بوزيشن. لو عندنا سبونديلوليسيسز سبيشالي اف ات از انستابل سبونديلوليسيسز، لو عيان عملها هو سباين هيحصل سبونتينيوس ريدكشن للسبونديلوليسيس، فهيعمل ام ار اي مش هتشوف فيه حل خالص. لكن لو عمل بلين اكس راي من الاول، خاصه لو عمل بلين اكس راي لاترال فيو وهو واقف، هنتلاقي السبونديلوليسيس عشان الفرتبرا هتبقى سليب اون ذا on the other على الفرتبرا هتبقى سليب on each other. والعيان وهو نايم بيعمل اكس راي وهو نايم على جنبه او وهو واقف. دلوقتي الحقيقه في حاجه اسمها دايناميك ام ار اي او ستاندنج ام ار اي. العيان ده عمل في ده لما عملنا له ام ار اي وهو نايم سباين مفيش اي حاجه في ديجنريشن بس، لكن لو عملناه وهو واقف او دايناميك فليكشن واكستنشن واضح جدا سبونديلوليسيسز اللي عنده. مايلوجراف كنا زمان بنستخدم المسامير بتاعتنا ستانلس ستيل، كنا لما نيجي نعمل ام ار اي يطلع لنا الارت فاكت دي مش عارفين نقرا حاجه خالص، فكنا بنضطر نعمل مايلوجرافي. ده عيان عامل سباينال فيوجن، لما عملنا له ام ار اي في ارت فاكت كتير، لما عملنا له مايلوجرافي طلع عنده سباينال كانال ستينوزس ذا ليفل اباف ذا فيوجن ماس. الانجكشن لو عندنا فيه مالتيبل ليفل افكشن، فاحنا عاوزين نشوف انهي ليفل بالظبط اللي هو افكتد او ريسبونسبل فور ذا كلينيكال سيمبتومز، فبنعمل سيلكتيف روت بلوك. سيلكتيف روت بلوك ده هيقول لك انهي روت اللي هو ريسبونسبل فور ذا كلينيكال سيمبتومز.
من شوية قلنا اللي بين ديو تو ديجنتيف الأدجيتن سيجمنت ديزيز it is chronic progressive pain occur at least one year post operative. Differential diagnosis ممكن يبقى عندنا في insufficient decompression. يعني أنا عملت عملية بس أنا جراح خيبان ما عملتش decompression كويس. أو حصل لي acute disc prolapse في الليفل اللي فوق. أو حصل metallic failure. حصل breakage للرود أو للسكرو. أو عندي painful pseudoarthrosis. عشان كده لازم تسأل السيمبتومز بدأت إمتى. لو ما كانش فيه بين فري بيريود بعد العملية يبقى it is due to insufficient decompression. لو حصل acute severe pain it is due to breakage of the screw أو acute disc prolapse. لو حصل بين بعد 6 شهور يبقى it is a painful pseudoarthrosis. To diagnose adjacent segment disease لازم زي ما قلت you have to have at least 1 year pain-free period. Then progressive gradual pain to differentiate it from the painful pseudoarthrosis, acute disc prolapse, or metallic failure. The treatment, وعشان ما اخدش وقت حضراتكم كتير النهارده هتكلم بس على البروفايلاكتيك تريتمنت. How to avoid adjacent segment disease. زي ما قلنا الانسيدنس اوف adjacent segment disease دي بتوصل لحوالي 50% فوق البوست لاترال فيوجن. الاديشن اوف بيديكولار سكروز may add to the development of adjacent segment disease. والانتر بادي فيوجن بيزود الانسيدنس اوف ادجيسنت سيجمنت ديزيز. ايه الريسك فاكتور تو ديفلوب ادجيسنت سيجمنت ديزيز؟ حاجه في البيشنت وحاجه في حاجات في البيشنت نفسه وحاجات في التكنيك اللي احنا هنعمله. اللي في البيشنت في جنرال ريسك فاكتور الاولد ايج الفيميل جندر and العيان عنده اوستيوبروز. الثلاث حاجات دولت ممكن يزودوا لنا الانسيدنس اوف ديسك ديزيز. حاجات لوكال في الادجيسنت سيجمنت. الحاجات ديت في الادجيسنت سيجمنت. So if you are fear from to develop adjacent segment disease, please investigate the adjacent segment. يعني ايه؟ يعني انا هعمل فيوجن 3 4 5 يبقى انت لازم الاثنين دي الاثنين 3 تو انفستيجيت ات بروبرلي تو افويد ديفلوبمنت اوف ادجيسنت سيجمنت. ايه الحاجات اللي بنشوفها؟ فليكشن اكستنشن انجل لامينر انكلينيشن انجل فاسيت ساجيتاليزيشن فاسيت تروبيزم اند بري اكزايتنج ديسك ديجنريشن. دي الفليكشن اكستنشن انجل بناخد الانجل بين التو فيرتيبرا 3 و 4 البوستيريور بوردر بتاع 3 والبوستيريور بوردر بتاع 4 في الفليكشن وفي الاكستنشن. سم اوف فليكشن اكستنشن انجل ات از ماست بي 7 بلس اور ماينس 3. لو اكتر من 7 يبقى الانسيدنس تو ديفلوب ادجيسنت سيجمنت از انكريز. أول حاجة فليكشن اكستنشن انجل لو كانت أكثر من 7 يبقى أنت عندك انسيدنس أوف انكريز انسيدنس تو ديفلوب ادجيسنت سيجمنت ديزيز. لامينر انكلينيشن الانجل بين اللاين بيربنديكولار تو ذا انتيريور اند بوستيريور بوردر أوف ذا بودي اند ذا بيز أوف ذا سوبيريور اند انفيريور فاسيت. الانجل دي لازم تبقى 25. لو زادت عن 25 يبقى انت عندك الانكريز انسيدنس تو ديفلوب ادجيسنت سيجمنت ديزيز. كل الكلام اللي انا بقوله ده
to investigate the adjacent segment. ملوش علاقة بالجزء اللي انت هتعمل فيه fusion. Facet sagittalization. النورمال facet joint ما هياش sagittally oriented كده. لا، النورمال facet joint it is inclined على sagittal plane حوالي 45 degree. في بعض ناس عندهم inherited sagittal plane, a sagittal inclination of the facet joint. عشان كده الدكتور عبد الفتاح لما شرح لنا الديجنريشن، امتى العيان بدا عنده degenerative cascade to develop on the spinal canal stenosis او ممكن to proceed to degenerative spondylolisthesis. لو العيان ده عنده sagittally oriented facet joint لو الفاسيت جوينت دي ساجيتالي اورينتد كده يبقى مش هيحصل بلوك للفاسيت سوبيريور الفاسيت اجينست الانفيريور فاسيت سو ات از ايزلي تو ديسبليس انتيريور ريزلتنج ان ديجنتيف سباينال ديجنتيف سبونديلولايسيس. فاسيت تروبيزم قلنا من شويه ان النورمال فاسيت جوينت 45 ديجري على الساجيتال بلين. لو في فاسيت جوينت انكلايند 50 ديجري وواحده انكلايند 10 ديجري يعني الاثنين مش ايكوال انجل دي بنسميها فاسيت تروبيزم يعني ديفرنس بتوين انكلاينيشن اون ذا فاسيت جوينت. الديفرنس ده هيديني روتيشنال ستريسز كتير على الديسك which may accelerate the degeneration the development of degenerative disc disease. واضحه لما بنصور الاكس راي دي فاسيت جوينت باينه علشان هي ساجيتال اورينتد باينه هنا مش باينه هنا يبقى في ديفرنس بتوين الانكلاينيشن اوف ذا فاسيت جوينت ديت والانكلاينيشن اوف ذا فاسيت جوينت دي باينه اكتر هنا دي تقريبا حوالي 60 درجة ودي تقريبا ما فيش 20 درجة يبقى this the difference of inclination of the facet joint it is called facet tropism والعيان اللي عنده facet tropism it is accelerating to develop adjacent segment degeneration. دي الفاسيت انجل ودي ديفرنس بين الفاست انجل وديت دي فيه فاست روبيز ودي لامينر انكلاينيشن. ده عيان اللي احنا ورينا صورته من شويه عملنا له فيوجن بعد كده بدا يحصل عنده ديجنتيف سبونديلوسيسز عشان العيان عنده ساجيتاليزيشن اند فاست روبيز. في فرق بين الانجل ديت والانجل ديت. لو عملنا MRI وتلاقينا الليفل اللي فوق اللي هو adjacent level زي ما قال الدكتور عبد الفتاح دي هيدريتد ما فيهوش ميه يعني في بدايه degeneration يبقى دي بتزود ال incidence to develop adjacent segment disease. دي الريسك فاكتور في العيان اذا كان جنرال او لوكال في الادجيسنت سيجمنت. التكنيكال بوينت اللي انت لما تيجي تعمل عمليه تراي تو افويد ات تو بريفنت ديفلوبمنت اوف ادجيسنت سيجمنت. اول حاجه try to avoid ان انت تعمل injury للفاسد جوينت فوق الليفل اللي انت تعمل عمليه عنده العمليه. try as much as you can to decrease the number of level اللي تعمل فيها الفيوجن عشان كل ما بنزود ال number of level بنزود ال instance to develop adjacent segment disease. try to avoid floating lumbar fusion. يعني ايه floating lumbar fusion؟
لما تيجي تعمل فيوجن بين L2 وL5 ما توصلش للساكرم، دي هنسميها floating fusion. Try to avoid floating fusion، دي ان انت توصل الفيوجن بتاعتك لغاية الساكرم. حاجة مهمة جدا ان انت try to keep اللوردوزس اوف ذا لامبر سباين. اللوردوزس اوف لامبر سباين زي الدكتور عبد الفتاح ما قال من شويه، احنا عندنا في حاجه البلفيك انسيدنس، عشان تظبط بالظبط النورمال لوردوزس، النورمال لوردوزس بتاع العيان ده بتاع السبيسيفيك بيشنت بيساوي البلفيك انسيدنس زائد 10. يبقى لما تعمل فيوجن لازم تو كيب اللوردوزس بلفيك انسيدنس بلس 10. في السيرفايكال سباين لما تيجي تعمل فيوجن الاند اوف ذا بليد دي ماست بي اتليست 5 مليمتر اواي فروم ذا ديسك سبيس. بنتلاقي عيانين كتير معمولين ونتلاقي ان البليد تقريبا امبنجد على الديسك ده، ده هيزود لنا الادجيسنت سيجمنت ديجنريشن في السيرفايكال سباين. في السيرفايكال سباين يبقى الاند اوف ذا بليد ماست بي ات ليست 5 مليمتر فروم ذا ادجيسنت ديسك. اخر حاجه هاكلها هنقول عليها في حاجه اسمها توبنج اوف. افرض ان انا عملت بقى انفستيجيشن وطلع العيان عنده ريسك فاكتور، سواء جنرال ريسك فاكتور او ادجيسنت ريسك فاكتور، في حاجه هنسميها دايناميك ستابيلايزيشن اوف ذا سباين. يعني الليفل الادجيسنت سيجمنت ده اللي هو فيه ريسك فاكتور هنعمل له دايناميك ستابيلايزيشن. هعمل فيوجن، حط ريجيد رود في الحته اللي انا هعملها فيوجن، والليفل اللي فوق ده هحط لها حاجه اسمها دايناميك ستابيلايزيشن، يعني بنعمل توبنج اوف. طبعا حضراتكم ما عشتوش الايرا بتاعت البليت. كان زمان لما كانوا بتوع الايو بيعلمونا بيقولوا لنا اخر مسمار في البليت لازم ياخد 1 كورتكس، مش كده ولا ايه؟ ليه؟ عشان يبقى فيه جرادوال ديكريز اوف ذا ستريسز، عشان ما يعملناش ستريس فوق البليت. هو ده نفس الفكره بتاع التوبنج اوف اوف ذا سباين، ان احنا بنيجي بنحط ريجيد رود في الحته اللي احنا هنعملها فيوجن، والحته اللي هو فيها ريسك فاكتور بنحط فيها سيمي ريجيد ووتش الاو سم موفمنت عند الادجيسنت سيجمنت. عشان كده و تراي تو افويد ديفلوبمنت اوف ادجيسنت سيجمنت ديزيز. انا كده تقريبا خلصت البروفايلكت. طبعا التريتمنت هنخليه وقت تاني عشان وقتكم، او انا يعني دكتور محمد مزيد ما خبطنيش لغايه دلوقتي، بس انا لازم احترم الوقت. مش عارف انا قدرت اوصل لكم المعلومات ولا ما وصلتش. ها تمام. اخر حاجه بنقول adjacent segment disease it is a myth or trust. هل هو حاجه احنا اخترعناها عشان نتكلم عليها، ولا هي حاجه فعلا بتحصل؟ في some investigators بيعتبروا ان الادجيسنت سيجمنت ديزيز ات از ناثينج ذان مور ذان النورمال ديجنريتيف بروسيس اللي الدكتور عبد الفتاح قال عليها. يعني العيان لو ما عملتلوش عمليه كان هيحصل له ديجنريشن في الليفل اللي احنا سميناه ادجيسنت ليفل. ده عيان عنده ديجنريتيف سكوليوزس، وزي ما الدكتور عبد الفتاح قال لكم من شويه، وانس ان انت عندك ديفورمتي ذيس ديفورمتي ويل بي بروجريسيف. سنة 89 كان السكوليوزس كده، سنة 2002 كان السكوليوزس كده. This is a natural process.
So some investigators consider the adjacent segment degeneration Z is not more than the degenerative, normal degenerative process اللي كانت هتحصل هتحصل سواء عملت عملية للعيان ولا لا. في ناس تانيين بيقولوا لا the adjacent segment disease ده فعلا it is a thrush which will occur after spinal fusion بدليل ان العيانين دولت ده early post operative وده late post operative وقلنا اول ما بدأنا كلامنا ان الادجيسنت سيجمنت بعد الفيوجن بيزيد فيها الانترا ديسكال بريشر وبيزيد فيها الموفمنت which will accelerate the degenerative process. ده عيان حصل له سبونديلوسيسس بعد فيوجن. الكونكلوجن the adjacent segment disease either it is myth or thrust it is a reality and you have to avoid its occurrence and if it occurs you have to treat it properly. ودول احفادي بيشكروكم اللي انتوا استنيتوا عليا. شكرا لكم. ارجو ان انا ما اكونش زهقتكم يعني. لا احنا بنشكر الدكتور عبد المحسن الحقيقه يعني المحاضره يعني تيتشنج ليكتشر بالنسبه لكم. اعتقد اللي ما كانش عارف الادجيسنت سيجمنت ديزيز معناه انه ما هوش يعني اورينتد قوي بمشاكل السباين وده المقصود ان احنا عاوزين الناس اللي مش عارفه سباين